السلام عليكم أعزائي المشاهدين. الأجواء حارة إلى مائلة للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متغلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين، متوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية ليوم الغد وفرصة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي في مدينة الكويت. أجواء حارة إلى مائلة للحرارة والرياح شرقية سرعتها 5 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 37 درجة مئوية، رطوبة نسبية متدنية 12%، بالنسبة للرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 12 كيلو. صور الأقمار الصناعية توضح تراجع منخفض الهند الموسمي أعزائي المشاهدين، ومتوقع تقدم كتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. الليلة طقس معتدل واستمرار للرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدل السرعة، قد تصل سرعتها إلى 28 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة مدينة الكويت قد تصل إلى 28 درجة مئوية. بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد السالمة الشقاية، لاحظ انخفاض ملحوظ قد تصل إلى 24 درجة مئوية. في مزاء القد أجواء حارة إلى مائل الحرارة، وأيضا استمرار للرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدل السرعة، قد تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد، وفرصة الغبار خاصة على المناطق الغربية من دولة الكويت. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مساء الغد مدينة الكويت 37 درجة مئوية، زرنا الشمالية متفاوتة ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 1 إلى 4 أقدام. المواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 4:27، موعد شروق الشمس الساعة 5:46، أما غروب الشمس الساعة 5:24. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام القادمة إن شاء الله، يوم الغد أجواء حارة خلال فترة النهار، ولكن راح تكون معتدلة ليلا مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 40 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة. لذا نوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة 37 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى 22 درجة مئوية. يوم السبت أيضا استمرار للأجواء الحارة إلى مائل الحرارة نهارا، ولكن الأجواء راح تكون لطيفة ومعتدلة خلال فترات الليل المتأخرة، مع استمرار للرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 35 كيلومتر الساعة. وأيضا أعزائي المشاهدين، لاحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ما بين 37 إلى 35 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية. يوم الأحد متوقع تحول الرياح إلى رياح شمالية شرقية وفرصة للضباب خاصة في فترة المساء، وأيضا أجواء حارة نهارا ولكن راح تكون معتدلة ليلا. استمرار للرياح الشمالية الغربية أعزائي المشاهدين حتى يوم الاثنين والثلاثة، مع استمرار للرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 26 كيلومتر الساعة. ودرجات الحرارة العظمى متوقعة قد تصل إلى 35 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.